أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في تقرير جديد من إكويتي جلوبال ماركتس. بعد غياب نعود مجددا إلى متابعة التقارير بشكل دوري. طبعا في تقرير بتاريخ اليوم الذي نقترب فيه بشكل أكبر، يعني 21 ديسمبر، نتحدث عن يعني حاليا موسم الأعياد والعطلات، وينعكس ذلك على الأسواق وعلى أداء الأسواق إجمالا، حيث ستوك ماركت دخل تماما في مرحلة هذا الموسم الذي يكون فيه التحرك ضعيف نسبيا. مع ذلك كان لدينا مجموعة من الأحداث الرئيسية التي تأخذ مكانها في تعاملات هذا الأسبوع. على وجه التحديد نتحدث من الولايات المتحدة الأمريكية وتمرير أخير لقانون الضرائب الجديد وإعادة هيكلة الضرائب ليتم التخفيض الضرائب على الشركات إلى مستويات 21 بدلا من أن كانت حوالي مستويات 35%، وهو أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ 30 عام أو خلال 30 عام الماضية. تمكن أخيرا دونالد ترامب من تحقيق أول انتصار تشريعي له من خلال هذه الأجندة، وأهم بنوده في أجندته الرئاسية كانت التاكس ريفورمينج. بذلك كانت الأسواق نوعا ما ردة فعلها محدودة، وفضل المستثمرون جني الأرباح عوضا عن التوجه باتجاهات جديدة. أولا لأنه المعلومات هذه قد تم تسعيرها في الأسواق، وكان المستثمرون إجمالا chasing أو يلاحقون هذه الخطة منذ بداية العام تقريبا بالاتجاه الصاعد، ولذلك رأينا الهيستوريكال هايز والمستويات التاريخية في الأسواق الأمريكية. كان هناك عمليات جني أرباح، نحن في موسم أعياد وموسم عطلات، وبالتالي هناك تخارجات إجمالا، بالتالي فضل المستثمرون الخروج من الأسواق في المرحلة الحالية. الدولار الأمريكي لا يزال عند أدنى مستوياته في أسبوعين ونصف تقريبا، وذلك بعد أن صدرت أيضا بيانات النمو عن الربع الثالث من العام الجاري من الولايات المتحدة الأمريكية بقراءتها الثالثة والنهائية، كانت عند 3.1% أقل من التوقعات التي كانت 3.2% أقل من التوقعات التي كانت عند 3.3%، وذلك أيضا أعطى نوع من الضغط على أداء الدولار الأمريكي ليضغط بشكل أكبر بالاتجاه الهابط، وسوف نشير إلى ذلك في التحليل الفني. أيضا كان لدينا بيان السياسة النقدية من المركز الياباني الذي ينهي عاما كاملا من إبقائه على السياسة النقدية كما هي دون أي تعديلات، وبالتالي أبقى على السياسة التحفيزية. وذكر كورودا أن التحسنات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الياباني ليس بالضرورة أن تدفع نحو تشديد في السياسة النقدية، إنما هدف الرئيسي للمركز الياباني والاقتصاد الياباني هو تحقيق استدامة مستويات التضخم عند 2% ليضغط أو ليضع بذلك نهاية طويلة نوعا ما لما يسمى بالبرنامج التيسيري الضخم الذي يتم اتباعه منذ الأزمة المالية العالمية في اليابان في الوقت الحالي، واستمرار لهذه السياسة التيسيرية. وبالتالي قد رأينا تراجعات بعض الشيء على الين الياباني بشكل أكبر خلال تعاملات اليوم. دعونا ننظر نظرة سريعة إلى تحركات أهم المنتجات في الأسواق. كما ذكرنا نبتدأ بأول منتج لدينا وهو مؤشر الدولار الأمريكي. نلاحظ كيف أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يضغط في الاتجاه الهابط، وهو قريب من مستويات 93.40، وبالتالي مستويات الدعم هي عند 93.35. لا يزال مستوى الدعم هذا واضح بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية. أي ارتداد من هذه المستويات وتجاوز لمستويات 93.50 قد يكون فيه بعض الرالي بالاتجاه الصاعد على الدولار الأمريكي على وجه التحديد. بينما على الطرف الآخر لدينا اليورو يحقق بعض الارتفاعات الواضحة خلال الفترة الماضية، ولا يزال حاليا فوق مستويات 18، يعني تقريبا خلينا نقول 50، 1.1850. وطبعا إغلاق تداولات هذا الأسبوع فوق مستويات 18.50 من شأنه إعطاء زخم بالاتجاه الصاعد، لأنه نحن بنمثلها مستويات مقاومة مهمة كانت بالنسبة لي
مؤشر لزوجة اليورو والدولار الأمريكي، وبالتالي اختراقات بشكل أكبر فوق مستويات 18.90 تعيد سيناريوهات 1.20، وقد يكون ذلك انتصار كبير لليورو أمام الدولار الأمريكي بختم تعاملات هذا العام بارتفاعات لا يقل أو لا تقل عن 14% أمام الدولار الأمريكي، إذا ما تمكن من الارتفاع مجددا إلى مستويات 1.20 بعد أن بدأ العام بمستويات متدنية نسبيا أقل من مستويات 1.07. بالتالي أداء الدولار الأمريكي لا يزال يظهر ضعيفا أمام اليورو على وجه التحديد، الذي يبدو أن نوايا التشديد في السياسة النقدية أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الفترة القادمة. بما يتعلق بالجنيه الاسترليني، حقيقة فإن الجنيه الاسترليني لا يزال في مود هابط وفي نمط هابط على أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، ونلاحظ هذا الخط الاتجاه لا يزال بعيد نسبيا بالنسبة للمؤشر، وكل ارتفاع على الجنيه الاسترليني فرصة للبيع مجددا، واستهدافات قريبة نسبيا موافقة لمستويات 1.33 تقريبا، بينما المستويات الحالية هي عند 33.43، ونحن نضغط بالاتجاه الهابط أي كسر على شمعة الساعة على الأقل دون مستويات 33.40، ممكن تضغطنا باتجاه الهابط أكثر، ولكن مستويات الدعم الحقيقية هي 1.33. كسر هذه المستويات يقودنا إلى مستويات أدنى عند 32.20 بالاتجاه الهابط على زوج الجنيه الاسترليني دولار أمريكي. وآخر منتج سوف نتحدث عنه الذهب، الذي يستفيد بشكل واضح من ضعف الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، ولكن ليس كافيا ما لم يتمكن الذهب من العودة إلى الإغلاق فوق مستويات 1267 دولار للأونصة. هذه مستويات مقاومة مهمة بالنسبة للذهب، يحتاج إلى إغلاق فوق هذه المستويات حتى نشهد ارتفاعات وعودة مجددا نحو مستويات 1280 دولار للأونصة أو 1277 دولار للأونصة، والتي يبدو أنها لا تزال مستويات 1267 دولار للأونصة مستويات مقاومة مهمة بالنسبة للذهب. نذكر أن ضعف الذهب في المرحلة الحالية أو ضعفه بتحقيق ارتفاعات أكبر على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي الذي نراه حاليا هو وجود الفرص البديلة، هو وجود العملات الرقمية وثورة العملات الرقمية إجمالا، ووجود الريسك أبيتايت أو ما يسمى بشهية المخاطرة لدى المستثمرين التي يفضلونها على أن يكون هناك توجهات نحو ملاذات آمنة مثل أداء الذي نراه حاليا، وهو أداء عند مستويات 1264 دولار للأونصة في الفترة الحالية. مستويات المفتاحية لمستويات أعلى بالنسبة للذهب هي عند 67 دولار للأونصة، وإغلاق يومي نحتاج إلى فوق هذه المستويات. أي عودة وإغلاق دون مستويات 1250 دولار للأونصة تعود بنا مجددا نحو استهدافات قد تصل إلى مستويات أدنى بكثير موافقة مستويات الدعم هي 1260 دولار للأونصة، واستهدافاتنا هي 1250 وصول 1240 دولار للأونصة. لذا نتحدث عن مستوى دعم عند 1260 ومستوى مقاومة عند 1267 دولار للأونصة حتى يتخلص الذهب من الحركة العرضية التي نراها حاليا. بالخروج من أي هذين الحدين سوف يكون لدينا اتجاه جديد ورالي بحوالي 7 إلى مستويات 12 دولار على الذهب بالاتجاه الذي يتم اختراقه.